أولادنا ينتظرون الفرح على جمرة من نار، هل منكم الرشيد؟ ليس في الحكومة رجل رشيد، فعلى مرأى منها يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين بظروف غير إنسانية ودوافع طائفية وسط غياب تام لأبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وتكتم السلطات الحكومية على حقيقة ما يجري خلف أسوار تلك السجون، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقاف الانتهاكات والفظائع الجارية داخل السجون الحكومية في العراق وضمان محاسبة المتورطين والمسؤولين عنها ومحاكمتهم. صور تكشف مرارة الإذلال الذي تعيشه أمهات المعتقلين بوقوفهم طوابير على أبواب السجون الحكومية على أمل مقابلة ذويهم فضلا عن ابتزاز إدارات السجون المستمر لهم. هذا تمام الفاصولية، هذه وجبة الغداء مع 45 نفر. لم يكن هذا المشهد غريبا، فمن قبله شهد العالم فظائع الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب، وعلى نهجه تسير حكومات الاحتلال وسط نداءات من هيئات ومنظمات دولية بالتحرك العاجل لإنصاف المعتقلين. يقولون حتى مكان ما تقدر تنام أمي، كافي الله عليكم كافي. نداء لا يستصرخ آذان الفاسدين ومعدومي الضمير، فعشرات الآلاف من السجناء والمغيبين قسرى باتوا مجرد أرقام لصفقات سياسية وتواطؤ مكشوف مع القتلة من الميليشيات دون الالتفات إلى معاناة عائلاتهم وآلامهم. أحمد حسن قاف الثلاثة المعاون، عوفنا الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، وحق اليمين الله يذانه. مشهد مؤلم آخر يكشف أحدث ما توصلت إليه الحكومات المتعاقبة في إمعانها بإذلال وتعذيب المعتقلين في سجونها وابتزازها لهم عبر تجارة المخدرات وإجبارهم على تعاطيها ودفع أموال طائلة للضباط وقادة متنفذين داخل السجون. مشاهد واضحة يعمى عنها القضاء في العراق في ظل تنصل مستمر للحكومة عن مسؤولياتها تجاه ذوي المعتقلين والمغيبين قسرى، ولا أمل في رجل رشيد يعيد للمعتقلين كرامتهم.